واحد طراش نشوفو جريدة الخبر نتا كي تكون بنادم عادي تكون هذا طلبة الطب في المغرب مع طلبة الطب في الجزائر تواصلوا مع طالبة مع طالبة واحد اخرى قاعدين يتواصلوا مع بعضهم يفرفشوا حكاية تاع بنات هادي تقول لها ميم با لا تحريض لا والو قاعدة تقول لها وحنا ورانا هكا ورانا شفنا الريلز تاعكم في انستغرام وما على باليش النظام الجزائري عنده قراءة أخرى جريدة الخبر لو كان نبدلوا الجو يا جماعة هل يتفادى طلبة الطب السقوط في مستنقع نظام المخزن كما مؤامرة كبيرة تساءلت الخبر في عددها الصادر أمس عن خلفيات تواصل إضراب طلبة العلوم الطبية وفي هذه الأثناء وفي ظل هذه التساؤلات ظهر اليوم بان الحق وزهق الباطل تسجيل صوتي يحمل من الخطورة ما يحمل طرف الاتصال الهاتفي شهرزاد طالب الطب من الجزائر عميلة المخزن هذه ستة من عندي وزميلتها منين؟ من المملكة المخزنية المغربية تحياتنا للأشقاء بالمملكة المخزنية المغربية أنا كنت نقول لكم المملكة المغربية ما قلتوا ليش باللي راني غلط في التسمية المملكة المخزنية المغربية المروكية أنا محتوى المكالمة الإضراب الذي يشنه طلبة الطب عندنا تقول الطرف الثاني في المكالمة فيما يخص التضامن شوفي شهرزاد ما تخافيش لازم تكونوا متحدين سودي بين قوسين احنا طلبة الطب المغاربة 11 شهر جازت علينا صعيبة جريدة الخبر راكم درتوا غلطة كبيرة هنا ماشي جازت علينا صعيبة دازت علينا صعيبة هذا هو الشيء هذه هي الجزئية اللي خلات سوق المخابرات الجزائرية يكتشفوا أن الطرف الآخر في المكالمة هي عميلة عن المخزن المغربي ما تعرفوش تنقلوا الخبر أنا نعرف ننقل خير منكم لا حول ولا قوة قلت لها لكني بصراحة صراحة نشوف فيديوهاتكم بين قوسين ريلز في تيك توك في تيك توك المخزن مجند بزاف ناس في تيك توك على حسب ما قالوا لي انا ما على باليش انا قالوا لي برك سامع قال لك والله غير كاين بزاف عملاء المخزن واحد فيهم هكا واحد هاد المصيبة هكا عيني خضر دير الشر ملقيتو غير التيك توك المخزن صاحبي اتقوا الملاكمة والناس هادو اللي يخدموا مع المخزن ما يحشموش لا حول ولا قوة إلا بالله تخليو القوة الضاربة القوة الإقليمية قوة جيش في المنطقة ورايحين تتعاملوا مع المخزن مطبع مع إسرائيل كان هذا مقتطف من التسجيل الصوتي من الهاتف النقال الأكيد أنه على شبكات التواصل الاجتماعي ويحمل بين طياته قضية كبرتها هادو البنيتات اللي هنا تتواصلي مع وحدة جزائرية راك تدخليها للحبس انتوما ديجا تحبوا تحكيوا بزاف ردي بالك خصوصا تتبعتي لها وحدة من المغرب ولا تبعتي الجزائرية تقولي لها عطينا وصفة سكران طايح في الدروج
راهي الجزائريه تروح بالماده 87 مكرر. وفهو يا بادريسك واحد يطلب وصفة سكران طايح في الدروس صراحة. مي على سبيل المثال فقط، باسكو عندهم قال لك عندهم فقر في الأكل المغاربة. دليل على الفقر في الأكل رانا شفنا ماكرو غمس وجهه في الطب في الطاجين هذاك. دونك ردوا بالكم المغاربة تواصلوا مع جزائريين خصوصا، ويحمل بنطيته تحريضا من طالبة مغربية لزميلتها طالبة الطب في الجزائر للاستمرار في الإضراب، ما يؤكد ما إليه العديد من الأطراف هنا في الجزائر. أم يحكيوا على بونيف رسميا وشعبيا من أن هناك أيد خارجية. عفوا، من أن هناك أيادي خارجية تسعى إلى استغلال مطالب طلبة العلوم الطبية لضرب أمن واستقرار البلاد. أخويا طالبة مغربية هزت عرش النظام الجزائري، بعتت فوكال في الواتساب، بعتت فوكال في الواتساب المخابرات شنقريحة نوضوه من الرقادة 4 تاع الصباح، تبون بهدلوه قالوا له انت واش كنت تدير؟ كيفاش طالبة مغربية تبعت رسالة صوتية لطالبة جزائرية؟ واش القصة هذه؟ درك تلقى إقالات في المخابرات الجزائرية، تخلطت الدنيا ولدي. حسبنا الله ونعم الوكيل في الطالبة المغربية هذه. لا حول ولا قوة الا بالله. قلبتي لنا البلاد بنتي. وهو الأمر، وهو الأمر الذي أضحى مبدأ لدى الجارة المطبعة مع الكيان الصهيوني. بدأت تنكشف خيوط المؤامرة جماعة. وش دخل الكيان الصهيوني؟ الله أعلم. وش دخل إسرائيل؟ المهم معليش، حيث يسعى القصر الملكي، حيث يسعى القصر الملكي المطبع. معنتها محمد السادس خلى القضايا كتعرف الصحراء راه مع ماكرون، او هنا عقود مع الامارات مع محمد بن زايد كدا، راه في رساله تهنئه لدونالد ترامب راوي. اتصل بطالبه مغربيه قال لها شوفي دابا تواصلي مع زميلتك الجزائرية هذيك تجيبي لنا المعلومات كامل وتحرضيها على الإضراب. ردي بالك الطبيع، ومن خلاله الحكومة المخزنية وأدروعها السياسية والإعلام. بركوا بلا الشرات وشوية أدروعها الإعلامية، بركوا بلا تطيحها النظام الجزائري، وأدروعها السياسية والإعلامية والمالية لخدمة أسيادهم في الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، وأيضا لخدمة أسيادهم حكومة الاحتلال الصهيوني في الضفة الشرقية من المتوسط. كنا في فوكال من طالبة مغربية لطالبة جزائرية، أصبحنا في القصر الملكي، إسرائيل فرنسا يتآمروا على الجزائر وعلى طلبة الطب في الجزائر عبر طالبة مغربية. راكي سيدتي الكريمة الطالبة المغربية راكي في العالمية، راكي انتي وماركو روبيو كيف كيف الطالبة المغربية، راكي شهروك. وقناة الجزائر الدولية يحكيوا على الموضوع، الخبر، التلفزيون، راهم كامل يحكيوا على الموضوع، قنوات رسمية. والدليل هو تسجيل هذا، قال لك تسريب صوتي، هو فوكال قاعدة تحكي مع زميلتها، قال لك مؤامرة واكتشفنا، قال لك تسريب صوتي، تسمى المخابرات الجزائرية كشفت هذا التسريب. وهذه شهرة زادة دي الطالبة الجزائرية درك تروح بالمادة 87 مكرر، راحت فيها مسكينة، راحت في بالكعبات كامل.
كاريطه يجدك والله كاريطه الناس، كاريطه الناس هادو هما. دونك صافي المخزن هذا قوه كبيره، انهم شراو شوقي بن زهره قلنا معليش سي بون راحت فهمناها، بصح انهم شراو هادو الطلبه كامل هذوك من العملاء تاع المخزن تمشي فيهم طالبة مغربية وحدة يجد حبة حمص في الراس ما كانش. دونك هادو كارثة. وهما دوكا نجيو للتناقضات تاع النظام الجزائري، يخي درك قاعدين يقولوا المؤامرة جايتنا من المخزن. اوكي اوكي، ومن طلبة الطب المغاربة اللي راهم في احتجاجات درك عادوا يتأمروا علينا. بصح المشكل انه النظام الجزائري، اصبر اصبر اصبر، اعتداءات وحشية واعتقالات واسعة من قبل الشرطة المغربية في صفوف طلبة الطب والنقابيين وكل من مشكلة. وني حكيت لكم عليها منذ أسابيع، قلت لكم باللي التلفزيون الجزائري وكالة الأنباء عماوا على طلبة الطب في الجزائر ويغطيوا طلبة الطب في المغرب اللي قاعدين يطالبوا بأمور تخصهم، بل تضامنوا معهم. التلفزيون الجزائري قال لك هادو أحرار المغرب وهادو الطلبة مساكن مقهورين ويقمعهم النظام المخزن المغربي وكذا وكذا وكذا. كيفاش درك ولاو يتآمروا؟ ماشي كانوا ناس ملاح وكنا نضامنوا معاهم وكانوا مظلومين ودرك عادوا يتآمروا علينا؟ وصلا نتوما ما شفتوش هادو؟ هادو طلبة الطب في الجزائر داو المخبط نشبعو على الراس. امشي داو المخبط نشبعو، ما شفتوهمش وشو تحكيو على المغرب. دونك حتى المنطق ما كان، شنو كان على الاقل كان عندهم شوية منطق في الموضوع؟ قال ما كانش منطق، لا وزن الله بلا مواقف العقل مرة اخرى، لا حبة حمص في الراس تيري برك الزولة يوما مرحبا. الكوارث هادو للعباد هادو. دونك هادي في الطلبة تاع الطب. اوكي اوكي دوكا نروحو نتفكروا استي بوينوس، بوينوس وحدك. دونك نروحو دوكا الرئيس المعين عبد المجيد تبون، نشوفو نتفكروا شويه ليامات واحد التصريح عزيز علينا بزاف. حصراه 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 حصراه، هذا كان في زمن اخر. وعاد قال لي اين هو تبون؟ راه جايك تبون اصاحبي. هذا وعد، قضية الفلسطينية نتبعها أنا شخصيا. نزيدو تراش تبون دوك تفهموا علاش رانا نرجعوا للقضية هذه. أصبر لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة عنا ما ندير، ما منديرو يا اخو. اوكي الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون دار دعوه قال لك لو كان يفتحوا لنا الحدود. كاين واحد الشباب الجزائريين يبان لي ما يسمعوش اللايف تاع شوقي بن زهره، لو كان سمعوه راني شرحت لهم باللي راهي روايات وطرهات ورانا ضحكنا مليح على عبد المجيد تبون. لكن هادو الشباب
ظنوا باللي الخطاب تاع تبون يؤخذ كما هو باللي تبون راه يهضر منه صح. ايا واش قال لك واش داروا الشبيبه هادو؟ اربعه كل التفاصيل عن مغامره شبان تسللوا عبر قوافل الهلال الاحمر المصري للجهاد بغزه. الجهاد بغزه ايه والله داروها صراحة. هادو هما الربع شباب الوحيدين من أنصار النظام الجزائري اللي نحترمهم. هادو راحوا طبقوا وش قال تبون؟ تبون قال لك الحدود كذا، القضية الفلسطينية، أي هزوا باكاجهم وسهلوا يجاهدوا في غزة، حبوا يدخلوا مع القوافل. المهم جاو يدخلوا لغزة سيدي، حكمتهم مصر، الجيش المصري عطاوهم زوج كفوف وبعتوهم يروحوا وانقذوا حياتهم، باسكو لو كان حكمتهم اسرائيل تبعتهم الجنه مباشره. ولو كان خلاهم يفوتوا هما حبوا يستشهدوا، لو كان خلاهم يستشهدوا. على كل حال استرهم ربي، داو كفوف من عند الجيش المصري وجاو مروحين مرحلين نحو الجزائر. انت كي تقول كي يوصلوا عند في الجزائر هاي خليهم، باسكو طبقوا الكلام تاع عبد المجيد تبون. تم متابعة المتهمين، كل من عسهيل لم محمد با وليد وعاء أنور بجناية الإرهابية التخريبية وتشجيعها وجنحة الإشادة بالأفعال الإرهابية والتخريبية عن طريق إعادة طبع ونشر الوثائق والمطبوعات والتسجيلات وجناية محاولة السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية. معناتها محاولة السفر إلى إسرائيل باش يديروا أعمال إرهابية فيها. استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال بغرض تجنيد أشخاص لصالح إرهابي أو ارتكاب أفعال إرهابية. هذا هو مصير اللي يحب يروح يحرر غزة في الجزائر. أنا يخي تعرفوا موقفي من كدا والقضية الفلسطينية والإخوة المسلمين وحماس بصح لو كان درتهم محاولة الهجرة غير الشرعية ولا حاجة كيما هكا وطلق الشبيبة تروح رجعوا إرهابي رجعوا إرهابي. قال لك محاولة يخي انتم تستقبلوا في إسماعيل هنية وتقولوا هذاك السنوار ما السنوار هن أتبون وانتم تعتبروا حماس مقاومة. هاي الناس حبت تروح تدخل لغزة باش تساند حماس، قالوا لهم إرهاب وخبطوهم على ما أظن بثلاث سنين ولا خمس سنين. المهم ما يهمش، راحوا راحوا. أنا الجزائري الصينيين وما عندي حتى تعاطف معهم، ما راحوا فيها. اش قال لي هذا؟ واحد قال لي لي فيك نيوز نو باس بلو. اودي النظام الجزائري المحكمه واش بيك؟ المحكمه تعود تشوف اصاحبي. هاي جريده النهار تاعكم، جريده النهار تاع النظام الجزائري هي اللي راهي تحكي في القصه. لا انا اللي قاعد نحكي ولا انا اصلا هادو مانيش سامع بها. مي تشوفوا المنطق والتجيش والخطابات الفارغه وشو هي التبعات تاعها تاع واش دارها. ما كانش منها، كي تقول ما كانش منها قول ما كانش منها يا خو، ماشي ما كانش منها برك. اي واذكري الجزائر استناوا يا جماعه برك جماعه جوله صغيره في الجزائر الجديده. اللي مخلي صالحه اللي مخلي امور، شوفوا يا جماعه بالله عليكم واش تقول؟ شوف معاناه والله غير معاناه. مع الصور مباشرة من الولاية، ما هي الولاية التي أصابتها الملاريا والدفتيريا؟ هذه الصور مباشرة من نفس الولاية. طوابير، نوع جديد من الطوابير.
ببركة وتوفيق من المولى عز وجل أطلقت الجزائر أخيرا نوع جديد من الطوابير بعد غياب دام لبعض الأسابيع. عندنا بد ما شفناش إبداعات جديدة في عالم الطوابير. دوك الطوابير من أجل الحصول على البنزين في بلد الغاز والبترول. طام الراست يا أخو طام الراست. بنزين ما كانش، إضراب تاع سيارات الأجرة باسكو ما عندهمش البنزين، راهي خلوطة من كل جهة. وهما راهو يحكي لك على المخزن على المخزن ومطبع، راهو دخلنا مع الطلبة وطلبة الطب، شفت كيفاش يستحمرك. كل ما تفجر الأمور داخليا يقول لك يخرج لك الشماعة تاع المروك. ها المروك المروك المروك، شوف البلاد شوف. السلام عليكم. هذا العجب المشي هون المختار، كارثة للمكان، كارثة والله غير كارثة. ماذا يحدث بهذا المكان يا ناس المشون؟ ما هذا ما هذا؟ لا علاش يغدكم الحال كي نقول الجزائر مزبلة؟ ما فهمتش. دوك كي تشوف انت الصور هذه واش تقول؟ ما فهمتش انا علاش يغدكم الحال. المشكل تاعي نقول الواقع كما هو، هذا هو اكبر عيب فيا كجزائري. هذا اشكاليه انك تقول الحقائق كما هي. الجزائري لازمك تدغدغو، باسكو الجزائري انسان عاطفي مسكين محقور، ظلموه استعمروه ضربوه